Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم sur ma chaîne. اليوم غادي نبارطاجي معكم كيفاش كنعتني بالشعر ديالي والبشره حتى هيايا. اول حاجه غادي نستعمل زيت ارغان. كل مره شنو كنستعمل؟ مره زيت ارغان، مره زيت الكوك، مره زيت اللوز. كننوع باش الشعر ديالي هكذا يستفد من كاع لي فيتامين. دونك اول حاجه غادي ندهن الشعر ديالي ونجمعو وندوز للبشره، حيت البشره هي اللي كيكون فيها بزاف ديال الزيتات. فوالا، دونك اول حاجه غادي نغسل، خاصنا نقيو البشره ديالنا مزيان، نحيدو الا كان شي مكياج ونحيدو فوالا، نقيوها هو الاول عاد نبداو نديرو لي سوان اللي حنا باغيين نديرو. بالنسبه لي انا كنستعمل في هذه الوقيته هذه كنستعمل لاغام ديال هالو بودي. بصراحه عجبتني بزاف زوينة، ريحة ديالها زوينة وكتجيني خفيفة على البشرة. انا عندي بشرة حساسة وما كيلقش ليا اي برودوي، ملي كنستعمل شي برودوي اللي ما كيلقش ليا دغيا كينوضوا ليا لي بوطون وكتولي عندي واحد الحساسية في البشرة. دونك انا ملي استعملت صراحة هاد لاغام هادي وانا شوي ساتيسفيت اي جو لا ريكوموند فرانشمون. هاد لاغام انا كن زعما كاين نقدر ننصحكم بها وبعينيا مغمضين. دونك فوالا، اول حاجه درناها قلنا نقينا البشره. ثاني حاجه خصنا نحلو المسام. باش نحل المسام انايا غادي نستعمل هاد لاباغاي هادي ديال البخار. اللي ما عندوش لاباغاي يقدر يدير غير واحد اون كاسرول ويدير فيها الماء ويدير شويه الاعشاب وصافي، ويدير اون سيرفييت ويحل المسام على لونسيان. انايا ما شريتهاش صراحه، غير جاتني غير كادو، مي راها موجوده كتباع سوغ انترنيت، كتباع في لي ماغازان، تقدروا تلقاوها بارتو. غادي نستعمل الخزامه، تقدروا تستعملوا زعما ماشي بالضروره الخزامه بحال هكذايا، حتى لي تقدروا ديروا لي زويل، تقدروا ديروا الزعتر، كيديروا ورق النعناع، المعدنوس حتى هويا. دونك شحال من حاجه كتقدروا ديروها ولا تقدروا ما ديروه حتى شي حاجه كاع، المهم اللي عندكم متوفر تقدروا ديروه. صافي، هنايا غادي نخدم لاباغاي. كاينين دو نيفو على حساب الواحد، كل واحد والقدره ديالو استحمل على ديال هذاك الدخان. درت هنايا نيفو 2 وحتى لداخل كاينين واحد بحال دي زادابداتور كتنقصوا تزيدوا بهم، زعما كاينه النيفو اللي بغيتو زعما يخرج به هذيك لا فابور. يعني الا جاتكم مجهده بزاف كتبقاو بحال كتسدوا هذوك العوينات ولا كتحلوهم. وهذاك الكاس اللي كيعطيوه ليكم مع لا باغاي هذا كينفعكم بعدا، كاين فيه القياس على حساب شحال بغيتو تبقاو زعما ديروا لا فابور. كاين من كاين 5 مينوت 10 حتى 15 مينوت. فوالا، انا يا درت 15 مينوت مي ما قدرتش نكمل، درت غير 10 مينوت. فوالا صافي، اون فوا كتكملوا شفتوا كيفاش كيولي الوجه عرقان، صافي كتبداو كتحيدوا في لي بونوار. انا ما عنديش هذوك واحد بحال دي بانسون هما كيحيدوا لي بونوار، انا ما عنديش. دونك نحيد غير بالمشواق بحال هكذايا، غير ما ديروش الدفران ديريكتومون. وغتلاحظوا باللي ملي كتحلوا المسام كيولي سهل عليكم انكم تحيدوا لي بونوار، كتحيدوا فاسيلمون. ودابا ندوزو للتقشير. غادي نستعمل هاد القماج ديال هالو بودي. غادي نفركو الوجه مزيان وكيف ما كتشوفو. هنا ملي كيكونوا المسام محلولين يعني كيكون سهل عليكم انكم تنقيو البشره وكيبان الفرق، ماشي بحال ملي كديروا القماج ديريكتومون على الوجه كيبان لكم، كيبان الفرق صراحه، كيبان الفرق. صافي، هنايا درت المقشر ديال لي ليف حتى هوايا. ومن بعد غادي نستعمل اون لوسيون تونيك توجور دو لا مارك هالو بودي. لا لوسيون عندها بزاف ديال المنافع، هي اللي كتحيد الا باقي شويه ديال المكياج في لابو، كترجع لك ليبر دو بي اش دو لابو، سا هيدرات اوسي. دونك عندها بزاف ديال المنافع اي سورتو كتسد لي بور. دونك فوالا، ولا تقدروا تستعملوا حتى الماء ورد حتى هوايا مزيان. اي ابري اون بون دوش غندوز ليدراتاسيون، جو فيان ايدراتي لي ليفغ لابو et le contour des yeux.
ودابا ندوزو للشعر. قبل ما نستعمل اي اباري ديال زعما لا شالور سوا سيشوار ولا لا بلاك ولا بابيليز ولا اي حاجه، كنستعمل هاد البرودوي ديال لوريال باش كيحمي ليا الشعر ديالي من لا شالور وصافي. وقبل ما تستعملوا لي بلاك وداكشي لي اون كونتاكت ديريكت مع الشعر، النصيحه هي انكم ما تستعملوش على الشعر فازق، ديما تنشفوا الشعر ديالكم قبل ما تستعملوا لا بلاك. دونك فوالا، ملي نشفت شعري دابا غادي ندوز غادي نستعمل هاد لا بروس ديال ريفلون، لا بروس اللي كلشي كيهضر عليها في هاد الوقيته هادي، سي لا طوندونس، كلشي جرب هاد لا بروس وكلشي كيشكرها بزاف. دونك حتى انايا قلت بغيت نجربها ونشوف، حيت كنقلب على شي حاجه، كنت كنقلب على شي حاجه اللي هي غادي تكون براتيك وما كتاخذش ليا الوقت بزاف، وبصراحه جربت هاد لا بروس هادي وعجبتني بزاف بزاف بزاف، اي جو لا ريكوموند حتى هي يا بلا من نايزيتي، تري براتيك. انا ما كنعرفش نستعمل، فرانشمون ما كنعرفش نستعمل انايا لا بروس اي السي شوفو، ما كنعرفش ليهم. هادي فيها زعما 2 ans وفي الشده ديالها زوينه، وبصراحه شحال من بروس جربت، شحال من بروس جربت، مي هادي الي تري براتيك وكتصيب الشعر مزيان، كتخليكم انكم كتحكموا مزيان في الشعر وما كتاخذش وقت بزاف. بصراحه انا صيبت شعري في واحد وقيله 5 ولا 6 مينوت صافي سي ريغلي. كما كتشوفوا هي سرحت لي هنايا الشعر وندي غير مصايبه في الصالون. اي فوالا، دونك هادشي اللي كنت باغيه نبارطاجي معاكم، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من لا فيديو ديالي، ولا عندكم دوطخ كيسيون نيزيتي با خليو ليا دي كيسيون، لا كيسيون ديالكم في دي كومونتير او بيان سور ما باج انستغرام، غادي نخلي لكم حتى لو ليان في لا بار دانفو. اي فوالا، ودابا لا فيديو ديالي وصلت للافان ديالها، كنتمنى تكون عجبتكم، وبغيت نقول لكم سنه سعيده، كنتمنى تدخل عليكم بالصحه والسلامه والرزق وباي حاجه كتمناوها يا ربي. تهلاو فراسكم يا اون بروشين فيديو.